في المسائية. في أول جولة آسيوية، بايدن يطرح ملفات تستفز الصين، ويلتقي تحالف كواد الرباعي الثلاثاء في اليابان، وبكين تواكب الزيارة بمناورات بحرية ضخمة. وعلى الجبهة الروسية الأطلسية، بعد إنهاء جيب أوزوفستال بالاستسلام، موسكو تؤمن التواصل البري مع القرم وتغلق بحر آزوف أمام أوكرانيا. النيتو يسرع خطوات ضم فنلندا والسويد للتوسع باتجاه الحدود الروسية، وموسكو تقطع الغاز عن هلسنكي وتمنع بايدن وبلينكين وبيرنز من دخول أراضيها. في المسائية، بايدن يتحرك في مجال الصين الحيوي، وبوتين يضعه في القائمة السوداء. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.